في واحد التقرير للموضوع الاول اللي كيتكلم حول تدوينه لاعب فريق يوسف شتي برشيد، ورجعوا باش نفتحوا باب هذا النقاش. في زمن تعاني فيه كرة القدم وسط تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، أثار عميد فريق يوسفية برشيد جدلا كبيرا من خلال تدوينة فتحت مرة أخرى ملف التلاعبات في عالم كرة القدم الوطنية. مشكل يعتبر أشد فتكا من وباء كوفيد 19، لما لا وهو يواصل الانتشار في ملاعب العالم منذ الأزل دون إيجاد لقاح فعال يخلص المستديرة منه للأبد. منذ بطولات كثيرة، يمكن من السبعينات إلى الثمانينات والتسعينات، كاين الظاهرة ديال التلاعب في المباريات، ولكن الظاهرة كاينة ما بين الأنصار ديال الأندية، ولكن على المستوى القانوني ما كايناش. لماذا؟ لأنه في المغرب ما عمرنا ما شهدنا نزول فريق القسم الوطني الثاني بسبب تلاعب أو صعود فريق القسم الوطني الأول بسبب تلاعبات. ما يمكنش أنك تثبت مباراة تتهم فيها طرف أو طرف آخر، لانه ما كاينش ادله وما كاينش براهين. هذا كيخلي انه هذا الباب كيبقى دائما مفتوح على طيله السنوات. اننا حنا كنشتغلوا في الميدان ديال الصحافه، دائما كنسمعوا من خلال الناس في المقاهي وايضا في الشارع كيقولك بانه هذه المباراه تم التلاعب فيها، ولكن ما يمكنش انك تاكد أو تنفي لأنه ما عندكش واحد الدليل اللي هو ملموس. وتسبب هيثم عين عميد الفريق الحريزي في إثارة الجدل، ودفع المهتمين بالشأن الرياضي المحلي لطرح العديد من التساؤلات بعد أن اتهم إدارة ناديه بطريقة غير مباشرة بمحاولة تفويت نتيجة المباراة الأخيرة للنهضة البركانية برسم الجولة 23 من الدوري الوطني. غريب أمر 2020 استبعاد من الفريق لأنك قمت بواجبك على أكمل وجه. الحمد لله على التربية والتعليم، لسنا في زمان العبودية، فالكرامة والشرف أهم من إرضاء الآخرين. هكذا تفاعل هيثم مع قرار استبعاده بعد المباراة، إلى جانب إلحاق المدرب فريق الأمل، ما عزز الشكوك حول صحة اتهامات اللاعب، لا سيما بعد انتهاء المباراة بالتعادل. بخصوص التدوينة ديال هيثم عينة، هي تدوينة كتبقى غامضة كتخصه هو، لأننا احنا كصحفيين وإعلاميين ما يمكنش نقولوا هذيك التدوينة اللي قالها، ولكن اللي نقدر نقولوا هناك أزمة صامتة ما بين هيثم عينة والمسؤولين ديال يوسف برشيد، على اعتبار أن اللاعب من خلال حوار قريته ليه قبل سنة وبالضبط في يوليوز 2019 بلغ المسؤولين ديال يوسف برشيد بأنه باغي يرحل على الفريق، أولا لتحسين الوضع ديالو المادي وأيضا الوضع ديالو الرياضي. يمكن هنا الكرة ولات عند اللاعب ماشي في حدود رقعة الميدان أو 90 دقيقة، ولا مسؤول على التصريحات ديالو في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه تصريح في مباراة كمباراة النهضة البركانية وفريق كينافس على اللقب كتفتح العديد باب التأويلات، وباب التأويلات كل اللي كيفتحها هو الجمهور، ومن كيفتحها الجمهور كيخرج جواب عليها، الجواب عليها كان يمكن في بلاغ يوم أمس أو أول أمس بأنه باستدعاء اللاعب من طرف اللجنة التأديبية لفريق يوسفية برشيد. هذا أمر عادي، لأنه إلا شفنا كرويا نتيجة التعادل في صالح يوسفية برشيد أكثر من النهضة البركانية بنظر قوة الفريق البركاني، ولكن فريق كلاعب من يوسفية برشيد لاعب رسمي وكيتهم بين قوسين بأنه تعرض للضغوطات في هذه المباراة هذه، يمكن خاص الجمهور أول حاجة ما يأوش الموضوع عن طريق التفكير ديالو، ولكن من الضروري بالخروج بلاغ رسمي ماذا يقصد اللاعب، وهل الموضوع متعلق بتلاعبات، لأنه لا كان متعلق بتلاعبات في مباراة كيوسف برشيد النهضة البركانية في البطولة المغربية في سنة 2020. من الضروري فتح تحقيق فوق أي مسؤول فوق أي إداري، لأن القانون فوق الجميع. ودفاعا عن نفسها، ردت إدارة النادي الأخضر على اتهامات عينة من خلال عقد اجتماع طارئ قررت فيه عرض اللاعب على اللجنة التأديبية بخصوص التدوينة المذكورة. أسئلة عدة طرحت بعد الواقعة حول صحة كلام اللاعب الحريزي من عدمه، فهل تعيش كرتنا فعلا داخل هذا المستنقع أم هناك تضخيم للتصور وتبخيس للمشاهد؟